اهلا وسهلا مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع اولى برنامجكم الاسبوعي حكايات الابراج. في برنامجنا هنحكي عن مواصفات كل برج وعيوبه، وكمان هنحكي عن التوافقات وعن ما نيجي نختار ازاي. ومنتصر اتصالاتكم ان شاء الله، ابقوا معنا. اول حاجه هنبدا فيها، حاجه عايزه اقولها لكم، لكل منا بصمه مختلفه. يعني لما اتكلم عن مواصفات كل برج، مش كل البرج تنطبق عليه نفس الكلام، كل واحد فينا ليه بصمه مختلفه. الشيء الثاني، الضياع الشديد لما يكون واحد داخل في اكتر من طاقه معاه في حياته، اللي هو يعني داخل في اكتر من علاقه ومش عارف يختار بينهم وكلهم مش متوافقين معاه، وهنتكلم برضو ايه الاسباب في التوافق. والضياع التاني لما يكون واحد مدخل في حياته اكتر من علاقه كلهم متوافقين معاه، عشان برضو بيبقى الموضوع غلط، وهنتكلم برضو عنها ليه. الشيء الاخير بقى، لما نكون داخلين علاقه مفيهاش توافق، ده بنسميه جهاد النفس، اللي هو رفض الحب، عشان مبقاش فيها توافق وبيحصل فيها مشاكل، وكلنا عايزين نعيش حياتنا سعاده، لان اي حاجه خارج قانون توافقه باطل. هنبدا ببرج الحمل، حجره الاساسي الماس. عارفين يا جماعه يعني ايه الحجر الاساسي؟ كل واحد فينا بيجيله ايام يبقى طاقته سلبيه فيها، بيحتاج في الايام اللي فيها طاقه سلبيه ديت يلبس حاجه معينه بتطلع طاقته السلبيه دي من جسمه. فبالنسبه للحجر الاساسي لبرج الحمل، حجر الماس، امراضه غالبا امراض برج الحمل في منطقه الراس، ده الاغلبهم برضو. مميزاته بقى، مستقلين، هاديين، متزنين، متهورين. كوكبه الأساسي المريخ، كوكب التهور والحكمة والمسؤولية. صفاته، البرج ده بيفضل يتحمل كل شيء وأي شيء لحد ما بينفجر لأدفع الأسباب، والموضوع بيكبر معاه بعد كده. نخش على برج الثور، حجره الأساسي الزمرد الأخضر. أمراضه الحلق والحنجرة والضغط. مشاهيره سيد مكاوي طبعا، انا قلت مشاهيره لان احنا عايزين نعرف التحدي بتاع او قوه برج الثور. سيد مكاوي كان بصير، وكان قبليها كان برضو كان كويس وكان بيشوف، لكن قوته ان هو يصر ان يكمل في المجال اللي هو فيه برغم مرض عينه، والمجال اللي دخل فيه نجح فيه. هو ده برج الثور اللي بنتكلم عنه. مميزاته، قادر على تحويل كل شيء واي شيء من فساد الى حقيقي، او من ضياع الى شيء حقيقي. هو ده برج الثور، بيحبوا المنطق، بيتعاملوا دايما بواقعيه لان برج ترابي طبعا. عيوبهم بقى، ما تزعلوش مني انا بقول عيوب، بس احنا بنتكلم عن تفاصيل كل برج عشان نخش اكتر في الابراج وفي صفاته. العناد والسيطره والصوت العالي والكسل والنوم الكتير. الجوزاء، حجره الاساسي اللؤلؤ. امراضه الرئه والاكتاف والظهر. كوكبه الاساسي عطارد، ده كوكب الفكر وتحليل الامور، كوكب المنطقيه، كوكب التحليل النفسي لكل شيء. مميزاته، واقعيين لا يغرهم الكلام المعسول، متجددين دايما، شكاكين في كل شيء. عيوبهم، غير مستقر على رأي، عشان كده دايما بيقولوا ان الجوزاء بميت رأي، لانه متردد بيرجع في كلامه على ادفع الاسباب. برج السرطان، برج الخيال والرومانسيه، حجره الاساسي الياقوت. امراضه العين والمعده، وده برضو لاغلبكم. كوكبه الحاكم القمر، كوكب الرومانسيه والحب والخيال. عاده كل الابراج المائيه كلهم رومانسيين وخياليين مش واقعيين، وده بيسبب لهم اكتر مشاكل، وبرده نقول في حلقاتنا بعد كده ليه. عيوبه، سلبي، انطوائي، متردد، برده بيرجع في كلامه ادفع الاسباب، بيثق في الناس ثقه عمياء، ودي مضيعاه في اغلب مشاريعه. هم مش فاشلين، لكن ثقتهم الزايده في الناس هي اللي عامله لهم مشاكل. مميزاتهم بقى، الحنان والهدوء والطيبة والرقة. نخش على برج الأسد، حجره الأساسي الزبرجد الأخضر. أمراضه القلب والصدر والضغط. كوكبه الأساسي طبعا الشمس، وده طبعا حاجة ظهر عليهم، كوكب الطاقة والجرأة في التصرفات والشخصية القوية، حب السيطرة. مميزاته، الجمال، خفة الدم، الشقاوة. عادة برج الأسد بتعرفوا في أي مكان بيروحوه، لانهم بيبقوا ظاهرين، يحبوا الظهور، يحبوا اللمعان. عيوبهم بقى، الاستعراض طبعا، دي عشان كوكبهم الحاكم الشمس. الغرور، الانا، التهور، حب السيطره والامتلاك، دي عيوبهم. يمكن اغلب مواليد برج الاسد بيبينوا دايما عكس اللي جواهم، وعشان كده بيتظلموا. بعديه برج العذراء،
حجره الأساسي الياقوت الأزرق، أمراضه الجهاز الهضمي والضغط، برضو ده الأغلبهم. ماشي يا فندم. ألو ألو، أيوة أي مياد، وعليكم. اتفضلي. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، عايزة أعرف بس تاريخ ده برج إيه، اللي هو 15/3. 15/3، راجل ولا ست؟ ولو سمحت 8/1 كمان بعدين. 8/1، ده راجل ولا ست برضو؟ 15/3، راجل ولا ست؟ لا ست، ست، و8/1 ده راجل. راجل. طيب، عادة ست برج الحوت اللي هي 15/3 هي أم، بنسميها أم الأبراج. انتوا حسابات الأحداث كنت لسه هتكلم عنها من وقتها، بس مش مشكلة. برج الحوت ضعيفة رقيقة جدا، لنام أبراج المائية الخيالية الرومانسية، طيبة حنينة جدا. دي الست اللي ممكن تتنازل عن أي شيء يخصها إلا ولادها، عشان كده بيسموها أم الأبراج، لأنها في كل يعني بيتمنوا يتجوزوا عشان يخلفوا، ده مش عيب فيها، بالعكس ده ميزة. ودايما اللي بيختار برج الحوت يحط الموضوع ده في دماغه. ألو، معانا ولاء؟ ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحتي عايز ممكن أعرف توطي التلفزيون يا ولاء. عايز 28/11. 28/11، راجل ولا ست؟ لا ست. ست، ماشي. برج القوس، تمام، وبرج ماشي، ايه؟ اتفضلي. برج القوس، ماشي. وعايز أعرف 22/5. 22/5، طيب تمام، ده آخر يوم في برج الثور. الاثنين أزواج صح كده؟ لا دي الطفلة صغيرة. لا، وعادة الطفلة الصغيرة مش هتبان، لأنها بتبقى تابعة مش متبوعة، فما يبانش عليها الطباع لأنها لسه ما زالت طفلة. طب ماشي. 21/11. طيب 28/11 دي ست كبيرة صح ولا طفلة برضو؟ ست كبيرة. طيب برج القوس عامة، برج القوس من الأبراج النارية، متهورة بعض الشيء، ما تزعليش مني في الكلام ده، بس هي متهورة بعض الشيء، شقية جدا، بتحب الجمال، بتحب كل شيء جميل، متفائلة بصورة عمياء. حظوظهم السنة اللي فاتت كان كتير بيقولوا انهم محظوظين، لا ما كانوش محظوظين، مع ان المشترك كان في برجهم لكنهم ما كانوش محظوظين. طبعا كان كواكب كتير متراجعه، فده سبب لهم مشاكل كتير قوي، فما شافوش حظ. لكن انتوا السنه دي من الخمس ابراج محظوظين في 2020 على القمه، يمكن لسه ما حسيتوش بالحظ ده، من تاريخ 21/3 هتحسوا بده. بالنسبه ل 8/1، طيب اتفضلي معانا زياد. اتفضل يا زياد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. كنت عايز اعرف مدى توافق برج الجدي بنت مع برج الثور ولد. ثور ولد، تمام. عامة تمام. برج الجدي بنت سياسية جدا، هي برج ترابي، ونفس الكلام برج الثور برج ترابي، عشان كده التوافق بينهم رهيب، الاتنين ترابيين بنفس الفئة، التوافق جميل جدا، يمكن من أعلى نسب التوافق كمان. برج الجدي عامة سياسية، بتعيش جدا، هي بتعيش مع أي برج، بس طبعا التوافق أكتر مع الأبراج الترابية والمائية. الجوازة جميلة، ربنا يسعدكم وإن شاء الله تتم بخير. نرجع تاني ل 8/1، راجل اللي هو في أول اتصال. برج الجدي، برج الجدي من الابراج المحظوظ السنه دي برضه على القمه، لان مشترك كوكب الحظ في برجه لحد 8/12/2020. برج الجدي كان عنده مشاكل في عيلته، المشاكل دي بسبب ميراث او بسبب يعني تخص عيلته ما تخصوش هو، بس الموضوع ده كان مأزمه جدا نفسيا. طبعا ده بسبب لان برج الجدي من اكثر الابراج المتعلقه باهلها بصوره مرضيه، يمكن كل زوجات برج الجدي فاهمين الكلام ده، لكن ان شاء الله تتحل المشاكل ديت ومفيش اي مشاكل الفتره الجايه، الدنيا هاديه معاه. عاده الايام دي بيتعامل مع ابراج هوائيه وابراج ناريه. لو لسه بيختار، انا ما كملتش وزوج ولا لا، لو لسه بيختار يختار من الابراج الترابيه والمائيه، لكن لو خلاص اختار من ابراج هوائيه او ناريه خلاص بنقبل الطرف الثاني بعيوبه عشان نعرف نعيش معاه ونتعايش معاه. وقفنا عند برج العذراء. برج العذراء حجره الياقوت الازرق، امراضه الجهاز الهضمي بالكامل والضغط طبعا. كوكبه عطارد اللي هو نفس الكوكب اللي بيحكم برج الجوزاء، كوكب الذكاء والفكر العميق وتحليل الامور والتواصل مع الناس. مميزاته هاديين متحفظين، عاقلين جدا، متزنين نفسيا جدا جدا جدا، يمكن هم يعني اقوى الابراج الترابيه. هو عاده الابراج الترابيه كلها قويه جدا، هم اقوى ابراج الارض،
لكن بالنسبه لبرج العذراء. ماشي يا فندم. معانا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا منى. منوره الدنيا دكتور. ربنا يبارك فيك يا منى. ربنا يخليك. عايزه حضرتك تكلميني على برج الاسد. انا برج الاسد. كام تاريخ ميلادك كام يا منى؟ 17/8. 17/8. طب شريك حياتك برج ايه يا منى؟ نعم، شريك حياتك برج ايه؟ تاريخ حياتي ازاي؟ لا شريك حياتك يعني زوجك مثلا. الحمل. الحمل. طيب تمام، ده في توافق جميل. 29/3. طب تمام، ابراج ناريه مع بعضها. طيب في توافق الحمد لله. برج الاسد انت الشهر ده تعبانه صح كده؟ لان احنا في شمس الدلو. شمس الدلو اللي هو بدأك من تاريخ 22/1 لحد تاريخ 22/2. شمس الدلو هو البرج المعاكس لك. ليك معلش سوري. بيبقى تعب عليكي، انت لسه تعبانه صحيا صح كده؟ ان شهر واحد بيبقى تعب صحي على برج الاسد. بحب ابشرك الشهر مش وحش عليكي، السنه كلها ماليه جميله عليكي، حتى لو نفسيتك تعبانه في اولها، لا عد الشهر ده بس، بعد كده النفسيه تبقى افضل، لان الشهر ده بس معاكس ليكي، لكن من تاريخ 22/2 الوضع اهدى بكتير. وبالنسبه ل 29/3 برج الحمل، السنه اصلا بادئه عليه تمام. الحمل جاله عروض هو كان مستقل بيها من اول شهر واحد تقريبا. نصيحه، اقبلها، اقبل كل العروض اللي جات لك، لان العروض دي هيكون وشها خير عليك. العلاقات اللي هتاخدها عن طريقها هتكون فتحه خير ليك الفتره الجايه كلها. الو، معانا مداخله يا فندم. مين معايا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا ايه. اتفضلي يا ايه، اهلا وسهلا بيكي. حضرتك انا حضرتك ممكن توطي التلفزيون يا ايه. 20/18/20. ممكن يا ايه توطي بس صوت التلفزيون شويه عشان اسمعك كويس. ايه. ايوه حضرتك. ايوه حضرتك. طيب 18 ايه ايه قلنا؟ انا شهر 9/18/9. 18/9 برج العذراء. تمام. برج العذراء انت عيانه دلوقتي صح كده؟ صح كده، معلش. الوضع ده هينتهي قريب. هي كل الحكايه ان شهر 3 اللي هو اللي جاي هو برج المعاكس لكي اللي هو من تاريخ 22. اما بيكون الشمس في برج قبل البرج المعاكس بيبقى تعب صحي لكل الابراج مش ليك انت بس. شهر 3 مش شهر صعب عليكي، بس هو بيبقى شهر مواجهات. شهر بيبقى فيه شراكات بنستخدمه زي يكون اجابه علينا، هو سلاح ذو حدين. يعني اي عرض ترد عليك الفتره الجايه وافقي عليه ايه ان شاء الله يكون حلو عليكي. انت برج العذراء محظوظين السنه دي، يمكن برضو انت لسه ما حسيتيش بالحظ. الكلام ده تحس بيه من تاريخ 21/3، وبرضه هبقول السبب في حلقات المجاية ان شاء الله. معانا احمد. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ممكن اشارك مع حضرتك؟ تحت امرك، اتفضل. طبعا. 10/12/87. 10/12 87 10/12 برج القوس. مظبوط يا فندم. طيب حضرتك دلوقتي متوتر صح كده؟ الفتره اللي احنا فيها دي متوتر عاطفيا مش توتر مالي. برج القوس كان في اكتر من مشاكل عندك الفتره اللي فاتت عاطفيا اكتر من ماليه. 2019 ما كانش سنه حظ عليك، بالعكس كان في كواكب متراجعه عملت لك مشاكل، عملت بلوكات ناس كتير قوي، خسرت فيها اصدقاء مقربين ليك جدا. كانت فتره انفصال، كانت عامله زي فتره اون واوف طول الوقت، اون واوف، مره ترفع ومره يبقى فيها مشاكل. برج القوس انت من الابراج المحظوظه السنه دي 2020. يمكن انتوا سبقتوا الاحداث شويه، هما خمس ابراج يا جماعه محظوظه في 2020: القوس، الجدي، الحوت، الجوزاء، العذراء. مش كل الباقيين مش محظوظين، لا بالعكس، دي الابراج اللي على القمه، الابراج اللي هي اتبهدلت في 2019 بمعنى اوضح. اما بالنسبه للابراج المائيه والترابيه السنه دي برضو على القمه، عشان المشتري طبعا في برج الجدي الترابي اللي هو بنسميه كوكب الحظ. القوس انت برضو اتعرض عليك، هم عامه كل الابراج الناريه اتعرض عليهم في شهر واحد ده اللي احنا فيه لسه، مركز او مسؤوليه ما ومستقل بيها او من الراتب اللي داخل منها. نصيحه اقبلها، لان برضو عن طريقها هتاخد علاقات هتنفعك الفتره الجايه. السنه جميله عليك جدا، تعتبر ماليه عليك. في حد انت انفصلت عنه الفترة اللي فاتت ديت او قطعت صلتك بيه، هترجع له. في حاجة قدرية تجمعكم. انسى المشاكل اللي فاتت لان اللي جالك كله احلى. انت من الابراج المحظوظة في 2020. نكمل كلامنا. طيب اتفضلي معانا اسماء. معانا اتصال اسماء، اتفضلي اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي اسماء. بس ممكن اسال على برج؟ اتفضلي طبعا، تحت امرك. معايا 12/11.
12 11 وجوزي 21 5 12 11 6 صح كده؟ 21 5 راجل صح كده؟ ايوه تمام. 12 11 برج العقرب. برج العقرب عادة كان عندهم مشاكل الفترة اللي فاتت في الشغل صح كده؟ وغيرتوا مكان مهنتكم، لكن التغيير الأفضل. أنت برضو أبراج المحظوظة مش على القمة لكن محظوظة في 2020. كل الأبراج المائية والترابية محظوظين في 2020. بالنسبة لك بقى التغيير الجديد اللي حاصل ده موترك صح كده؟ أو في ضغط نفسي عليكي بسببه، لكن هو هيبقى حلو جدا عليكي. ده شيء قدري حصل لأن كان في مشاكل من وراك في ظهرك في الشغل اللي كنت فيه القديم، واللي ما غيرش لسه هيغير الفتره الجايه. ده شيء برضو في مصلحتكم، كل ده يصب في مصلحتكم انتم. اما بالنسبه ل 21 5 برج الثور، برج الثور خلاص بدا بالفعل الفتره اللي فاتت ديت يغير شغله. في باب رزق اتفتح ليه. برج الثور كان من الابراج برضو اللي اتبهدلت في 2019 اللي فاتت. كان في بينكم مشاكل الفتره اللي فاتت ديت. المشاكل ديت بسبب تاثيرات كوكب مشتري اللي كان في برج ناري، فاثر على الهوائيين واثر على الترابيين والمائيين. يمكن ما كانش حلو على الناريين بس ما كانش مأثر عليهم زي الباقيين. لكن السنه عليك حلوه، انت من الابراج المحظوظه. الشهر ده عندك توتر بسبب العاطفه، وده برده لحد تاريخ 22/2، يعني فتره مؤقته وهتعدي. لكن السنه كلها جميله عليك، كلها سنه حظ عليك مالي قبل اي حاجه ثانيه كمان. ناخد معانا اتصال من علي. الو الو اتفضل يا علي معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك يا دكتور. انا عايز 20/1 20/1 ست ولا راجل يا علي؟ لا بنت. بنت ست. تمام. 25/1 25/1 ولد. و 19/9 انا. و 19/9 و 16/10 16/10 ست. طيب احنا قلنا اربعه. اول شيء 20/1 اخر يوم في برج الجدي. برج الجدي طبعا محظوظين، اوعى تقولوا لا. هي بنت، هي كانت متوتره الفتره اللي فاتت وخايفه من شيء ما، او في مشكله ما حصلت وخايفه تنكشف، او خايفه انها تسبب لها مشاكل مع العيله. لكن السنه حلوه عليكي، مفيش مشاكل، شيلي التوتر لان اللي جالك حلو مش وحش. السنه اصلا كلها عليكي جميله. المشترك برجك يعني مش هقول حاجه تاني، رومانسيا نفسيا حتى لو لسه بتدرسي، ماليا انت بدات حاجه بالفعل من شهر 9. انت كنتوا مستعجلين على حظكم السنه دي، بدات حاجه معاكي من شهر 9. الحاجه دي ناجحه جدا، يمكن انت متوتره فيها لكنها تكون وش السعادة عليكي. انت السنه كلها اي شيء او اي مشروع عايز تبدايه ابدايه السنه دي. عاده بنقول الابراج الترابيه اي شيء عايزين تبداوه جديد او مشروع ابداوه في الشهور بتاعه الشمس في الابراج الترابيه، عشان بتكون الكواكب مساعداكم. بالنسبه ل 25/1 ولد، برج الدلو. برج الدلو الشمس في برجك، دي اكتر حاجه حلوه عليك. برج الدلو كان عنده مشاكل مع حد اكتر من سنه دلوقتي. برج الدلو برضو داخل عندكم كوكب زحل من تاريخ 21 لمده شهرين، هتحس بمسؤوليه اكتر. ان خلي بالك المواجهات اللي انت فيها، المزاجيه اللي انت فيها والتردد ضيع منك فرص كتير قوي انت دلوقتي ندمان عليها. اغلبكم لو شاب كبير يعني داخل علاقات مع ابراج ترابيه ومائيه الفتره دي. لا انت تتوافق مع الترابيين ولا مع المائيين، انت تتوافق مع الابراج الهوائيه والناريه. دي نصيحه لك لو لسه بتختار. 19/9 برج العذراء. راجل، انت ما كنتش محظوظ الفتره اللي فاتت، كنت تعبان بمنطقه القلب. طبعا اتكلمنا في موضوع القلب ده. انت من المحظوظين السنه دي، احنا قلنا الخمس ابراج المحظوظه. لكن ببعض اوضح انت لسه ما حسيتش بالحظ ده، او في اتفاقات عندك لسه ما خدتش فيها قرار نهائي، او لسه مش واقف على ارض صلبه. لا اطمن، خد مني النصيحه، السنه حلوه عليك جدا، هيجي لك فتره شغل وضغط، حاسب بس على صحتك السنه دي، ان الشغل اعترض عليك مش هترفضه، هيبقى وشه حلو عليك وهتندبك في الشغل وتنسى صحتك. بالنسبه بقى ل 16/10 تقريبا، برج الميزان. برج الميزان انا كنت حذرتهم في حالات قبل كده في كذا مكان، يعني ان عندهم سحر، سواء ست او راجل. هي عزلت ولا لسه؟ في شيء هيحصل قدر البرج الميزان، هيعزل من مكانه، مكان سكنه، مش مكان شغل، مكان سكنه. برج الميزان كان ليه فلوس عند ناس وخايف يتكلم فيها عشان الناس ما يزعلش منه، او خايف بمعنى اوضح ان يزعلوا منه لما يطلبها ويخسرهم. لكن اتكلم فيها الفتره دي طول شهر 2، لان الكواكب مساعداك، لان في حاجه هترجع لك. وبالنسبه للناس اللي ما لهمش فلوس بره او داخلين مشاريع، هتبدا معاكم الفتره ديت تاخد منها مردود مادي.
السنه كلها ماليه عليك، سنه رومانسيه ما فيش فيها اي مشاكل خالص، احلى شهور السنه ده طبعا شهور الزوجيه. وان شاء الله تتكلمنا في الحلقات الجايه تطمنا ايه اللي حصل معاك. وبالنسبه للسحر لازم تاخدوا كورس علاج السحر. معانا رودينا، اتفضلي يا رودينا. مساء الخير. مساء الخير يا رودينا. لو سمحت انا عايزه اعرف توافق توافق 2/10. 2/10 راجل ولا ست يا رودينا؟ لا ست. ست تمام. وواحد 8 راجل. واحد 8 ازواج؟ لا مخطوبين. مخطوبين. طيب 2/10 عامة ميزان ست وواحد 8 اسد، في توافق طبعا. احنا سمعنا الاحداث في توافق بين الامراج الناريه والامراج الهوائيه، عشان كده بنتكلم عن التوافق ده مهم جدا، لان اي شيء واي علاقه واي جواز خارج قانون التوافقات يعتبر باطل، هينتهي حتى لو بعد وقت طويل، هينتهي انتهي لا محاله. كلنا عايزين نعيش حياتنا من غير صراعات، عايزين نعيش حياتنا مرتاحين، علشان كده بننادي يا جماعه بالتوافقات، لان التوافق ده شيء مهم، توافق في الطباع في التصرف في الخواطر، وبرضه نتكلم عنه في حلقات جايه ليه وايه السبب. طبعا في توافق جميل جدا. برج الميزان انت عندك سحر، غيرت مكانك ولا لسه؟ لو لسه معايا طيب محمد هنطلع القطع. معانا علي. الو. ايوه يا علي. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. معانا يا علي اتفضل. حضرتك عايز اعرف 9/2 راجل و30/10 ست. 9/2 راجل و9/10 كم تاريخ الست؟ تاريخ ميلاد الست 30/10 اكيد. طيب تمام. طيب عامه 9/2 برج الدلو. الشمس طبعا في برجك، نفس الكلام لسه قايلين برج الدلو اللي قبلك. انت عندك مواجهات، شكاك في شيء او كان في مشكله عندك ما، او لسه راجع بعد انفصال، صح كده؟ ده اغلبكم طبعا. انت معانا لسه؟ طيب خلاص الانسان انقطع. طيب عامه الشكوك اللي انتوا فيها كلها تعتبر هواجس. عيش حياتك لان اللي جاي لك كله حلو. الشمس في برجك، عيش الشهر ده، الشهر رومانسي وهادي عليك ومالي كمان، بعضكم مغير مكانه ومهنته، والمعنى اوضح ربنا عمل حاجه قدريه عشان الفتره ديت مهم قوي لكم، لان انتوا في سنه تغيير جذر عليكم. وبرده في خمس ابراج هنتكلم عنهم ان عندهم تغيير جذري في 2020، انت منهم. بالنسبه ل 30/10 عقرب ست. العقرب كان عندها مشاكل في عيلتها، مش في حياتها لا في عيلتها. كان عندها تردد من ناحيه شغل ما او مشروع ما او حاجه تخص المال. لا اقبلي، السنه دي حلوه على الابراج المائيه ومنهم العقرب، السنه جميله جدا. ما تتردديش، مفيش خوف. هو مش هقول مفيش توافق، بس هنقول لما يكون في ابراج مش توافقه مع بعضها بنعتمد على العشره. ماشي. معانا احمد. الو اتفضل يا احمد. الو. عليكم السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا احمد. 21/11 راجل. 21/11 21/11 راجل. ايوه. والست؟ طيب خلاص. اخر ايام برج العقرب. نفس الكلام، انت كان عندك مشاكل في عيلتك الفتره اللي فاتت، وفي حاجه تخص الميراث او فلوس. انت بدات فعلا في الحل. انتوا كنتوا عندكم مشكله ماليه ابتديتوا فيها الاسبوع اللي فات ده تقريبا، اللي هو اخر اسبوع اللي احنا لسه فيه عامه، اخر اسبوع في شهر واحد. الفلوس مش هتجيلك دلوقتي، بس هتجيلك في اخر ان شاء الله شهر 2 لما الشمس تدخل لبرج الحوت اللي هو برج مائي زيك. ده بيبقى انفراجات ماليه لبرج العقرب. الدنيا تتحل، ما تقلقش، السنه حلوه عليك، ليك حظ فيها لان مشترك برج ترابي. مفيش اكتر من اقول لك انت محظوظ، الابراج المحظوظ السنه دي عشان تطمن. فلو لك اي فلوس هتاخدها ان شاء الله في اخر الشهر. الو معانا اتصال. الو عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. انا عايزه 1/12. 1/12 ست ولا راجل؟ راجل. رجل. و8/9. و8/9 ست. دي ست. تمام. و8/11 11 ست بس مطلقه يعني. 28/11 اللي هي كوس. ايوه. طيب تمام شكرا لك يا فندم. وفي معانا 10/2 رجل. تمام هرد على الاتصال الاول. 1/12 برج القوس. الابراج الناريه كان عندها انفصالات السنه اللي فاتت دي، عشان كده قلنا ما كانش عندها حظ. كان في مشاكل، كان في خيانات، كان في خدعه ما اكتشفتوها من الطرف الاخر.
إيكوس، أنت محظوظ السنة دي، المستوى اللي أنت نفسك فيه هتشوفه السنة دي. في أكتر من حاجة اتعرضت عليكم وأنتوا مش موافقين بيها، أو مش حاسين إن مردودها المادي كبير، لا خدها مني نصيحة اقبلها. الشغل ده هيعملك علاقات حلوة جدا، هتنفعك الفترة الجاية في حياتك. كفاية إن أقول لك من الأبراج المحظوظة على القمة في 2020. بالنسبة لـ 8 9 برج العذراء، ست أنت تعبانة صح كده؟ الشهر ده تعب عليكي، لأن برج المواجه ليكي هو الشهر الجاي. 10 2 رجل، برج الدلو زي ما قلنا، اقبل الحياة كما هي عليها دلوقتي. الشهر كله حلو عليك والسنة جميلة عليك ماليا إن شاء الله، وحظ سعيد لكل الأبراج. وهنتكلم في كل حاجة إن شاء الله في حلقتنا الجاية عن التوافق وحظوظ كل برج طول السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.